دلوقتي معانا مع عبد الله عامر. عبد الله ان شاء الله هيكون معانا على مدار ساعه. دلوقتي عبد الله هيكلمنا عن how to avoid the 10 common mistakes while learning English. فعبد الله انا مبسوط ان انت معانا مره تانية، وبليز جو اهيد. اول حاجه برحب بكم جميعا، اتمنى يكون صوتي واضح وكل حاجه تكون تمام. واحمد انا بس محتاج منك حاجه صغيره خالص، الا وهي تبقى تقول لنا لو في اي كويشن ولا حاجه على البورتل، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر ايه نجاوب على الاسئله الجميله دي مع الناس. حلو ان شاء الله. اوكي هبعته لك دايركت على طول. كلامي هيكون دردشه، يا ريت انا هكون فاتح الشات هنا برضو بحيث ان انا اقدر ايه اظبط الدنيا ونعمل يلا نعمل نشارك البرزنتيشن بالمره، ونفتح الشات كده ونقول شير البرزنتيشن الجميله دي معانا مع بعض. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى تكونوا بصحه وبسعاده، ما زهقتوش مننا. يعني كانجلش كابسولز موجودين في الايفنت بكثره اللي مين دولت. في الحقيقه النهارده موضوعنا هيكون يقلب القلب زي ما بيقولوا، يعني لغايه ما احنا يعني نتفوق ونتعلم مشكله او مشاكل بتقابلنا واحنا بنتعلم اللغه. في الاول احب اول حاجه ارحب باي حد بيتفرج علينا النهارده موجود معانا في لينجوا تالنت ايفنت، وان احنا we're so happy to co-organize such an amazing event، وان شاء الله يكون ايفنت يعني ده سكند فيرجن ان شاء الله يكون لا نهائي ونافع للغيره باذن الله. تعالوا مع بعض ندردش ونشوف اكتر 10 حاجات، وتعالوا ندردش مع بعض، ولو حد عنده المشكله دي يحاول يقول لنا ايوه انا عندي المشكله دي، بليز يعني elaborate او اشرح اكتر، او يقول لنا هو كان عنده المشكله دي وعارف طريقه حلها، او عنده مشكله لحلها، او حتى مش عارف او عنده مشكله غير المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. النهارده هنتكلم عن توب 10 ميستيكس، في ميستيكس كتير جدا 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 احنا في اخطاء. فتعالوا بعض كده ندردش، بس قبل ما ندردش كنت حابب برضه اقول حاجه، في حاجه اسمها fixed mindset والgrowth mindset. fixed جاي من جامد او متحجر، جامد او متحجر بمعنى ان هو شخص، خلينا نفتح كده 4G عشان نبقى شغالين كويس، 1 2 3 اعتقد كده شغال برضو. يس yes. ونقول بسم الله مفيش مشاكل، بس بجيب ال4G هنا والواي فاي والاثنين ما شاء الله اقوياء. كنت عاوز اقول ان في حاجه اسمها فيكست مايند سيت وجروث مايند سيت. فيكست مايند سيت جاي من كلمه فيكست. فيكست معناها ان هو متحجر، ناشف، جامد، مش شخص فليكسبل كده ودايناميك معانا. لا هو واخد ان هو يشتغل الحاجه الفلانيه، يتعلم الحاجه الفلانيه بالوقت الفلاني في المكان الفلاني بالطريقه الفلانيه، او مفيش فايده خلاص ساعات زغلول ستايل، فبالتالي مفيش وقت ان اتعلم فيه، او خلاص يعني الموضوع راح عليا والكلام ده كله خالص. لينجوا تالنت ايفنت هنا احنا بنتارجت الناس اللي عاوزين يتعلموا، او اللي اتعلموا فعاوزين يطوروا، او اللي طوروا عاوزين يطوروا اكتر. فبالتالي يعني ايه نيفر جيف اب زي ما بيقول. وفي نوع بقى اللي هو الجروث مايند سيت، زي ما بيحصل كده ان احنا على طول عاوزين نطور، عاوزين نتعلم في ايفنت زي كده نحضره، في ابلكيشن نملاه، في اوبورتيونتي ان انا اقدم فيها، في اكسبيرينس جديده نبدا نشتغل عليها. هم نون ستوب ليرنينج، هو شخص بيكمل وهيكمل ان شاء الله على طول. نبدا نقول مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول مشكله بتقابلنا واحنا بنتعلم اللغه هي يو دونت تشوز ثينكس ذات انترست يو. يعني ايه؟ يعني احنا ما بنختارش الحاجات اللي بتخلينا يعني مبسوطين او فرحانين. عاوز كده اقوم حتى بالموبايل وانا قاعد كده لايف معاكم في السيشن، اوريكم مثلا المكتبه اللي عندنا. المكتبه اللي عندنا هي مكتبه انا ببص لها اهو، بقرا حتى الكتب، اسامي الكتب اللي بره او التايتلز او العناوين الكتب، هي حاجات يعني يا اما احنا بنحبها يا اما احنا عاوزين نعرف عنها، فبالتالي الحاجات دي هتكون سهله بالنسبه لنا فكريا ونفسيا ان احنا نتقبلها ونقرا فيها. بمعنى عشان بس خلي الموضوع سهل وبسيط، مفيش حاجه اسمها اروح اجيب مقالات في اي مواضيع، مفيش حاجه اسمها اروح اجيب نوفل مثلا قصص قصيره او قصص حتى كبيره في اللغه الانجليزيه وعاوز احلها، فبالتالي او عاوز بس اترجمها، فبالتالي الموضوع هيكون كويس في الانجليزي بتاعي. لا انا اشوف، ولكن مثلا احمد دلوقتي مثلا لو عاوز اجاوب عليها انا اجاوب. احمد انت ايه الحاجه اللي بتحبها؟
مثلا in general، هل هو مثلا HR recruitment مثلا، هل هو designing مثلا؟ انا ما اعرفش، احمد عاوز يجاوب يجاوب لو هو. طبعا training، I love training and I love the HR both. Yes. حلو جدا جدا جدا. طب انا عاوز اطور نفسي في الانجليزي، اروح اقرا عن for example الفوتوشوب او الفن او السياحه او الفلسفه، ولا اقرا في نفس المجال اللي انا بحبه فبالتالي هضرب عصفور بحجر؟ واحد، هتعلم انجليزي، دي حاجه بالانجليزي. ثانيا، هستزيد في التريننج وفي في الديفلوبمنت والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها. فاحمد دلوقتي حنا لو راح على جوجل وكتب بس تريننج بوكس، انجلش تريننج بوكس، فري انجلش تريننج بوكس، فري انجلش تريننج ارتكلز، فهنا هو بيعمل ايه؟ بي 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 بيضرب عصفورين بحجر، ان هو بيجيب حاجه بيحبها وبيبدا يقراها باللغه اللي عاوز يتعلمها، فبالتالي هيتعلم حاجه جديده في الحاجه اللي بيحبها وهيتعلم اللغه الجديده بتاعتها ومش هيمل. فانا عاوزك على طول، عاوزك على طول بمعنى الكلمه، ما تركز على حاجات الناس كلها بتقول عليها كويسه، اللي هو ايه خد احسن مقالات مش عارف ايه. لا، انا بشوف ايه الانترست بتاعي، ايه الاهتمام بتاعي، وابدا اتعلم فيه بالانجليزي. دي اول مشكله بنقابلها. لا، انا عاوزك تخش تسمع بودكاست، كتب صوتيه مثلا، او حتى حلقات صوتيه، اقرا ارتكلز او اقرا كتب او اتفرج على فيديوهات في الحاجات اللي انت بتحبها. دي اول مشكله او اول خطا بنعمله، بنجيب حاجات احنا مش مستمتعين بيها، فبعد فتره اللي هي يوم او يومين او ساعه او ساعتين بنقف او بنخلي الانجليزي من الاخر كده تشور. يعني تشور يعني واجب عليا، اللي هو ايه، انا كل ما افضى كده هحاول اقرا ارتكل، مش هتحصل ومش هنبروف خالص. يعني هتلاقي فيه طبعا استفاده، لكن مش الاستفاده المأموله اللي انت تتعلم منها. دي اول مشكله بتقابلنا. هي مشكله بتقابلنا ان احنا we judge our progress against other people. انا واحمد دلوقتي بنتكلم انجليزي، ايا كان حد فينا او اي حد فينا بيتكلم اسرع من التاني او احرف من التاني، هقولها كده، هبدا اقارن نفسي باحمد، فاللي هيحصل ان انا هبدا اضغط على نفسي عشان اكون زي احمد، عشان ابصص لاحمد، مش انا اكون عاوز كويس وخلاص واطور من نفسي واشوف نفسي امكانياتي ايه. لا، انا على طول شايف ان انا قليل، وخصوصا احنا معظم الناس لسه بتتعلم انجليزي، فبالتالي لو عملت جادجنج لنفسي او حكمت على نفسي هظلم نفسي بكل اختصار، عشان بس ما ارغيش كتير في النقطه دي. انا لو حته ان انا ببص على الناس ومستواهم وابص على هم بيتطوروا ازاي او بيعلوا ازاي لاجل ان انا افضل اقارن نفسي بيهم، عمري ما هقف يعني عند حته انا عاوز اطور نفسي فيها وهقف على كده ابص لهم بمعنى الكلمه. انا من اخر كده هبص على نفسي، فوكس اون يور بروجرس، هبدا اشوف انا في ليفل كام دلوقتي، وخلال الشهر اللي فات ده حفظت كام كلمه، عرفت كام قاعده، عرفت على كام برونسيشن، عملت كام انترفيو انجلش، اتفرجت على كام فيلم انجلش، قرات كام ارتكل او مقاله يعني، او اتفرجت على كام فيلم مثلا او اي حاجه بالانجليزي، وابدا اشوف نفسي من الشهر اللي فات للشهر ده اتطورت ولا لا. فاعمل فوكسنج على البروجرس بتاعي انا، مش على الشخص الثاني، ان هفضل على طول شايفه كده بيتطور وبيتعلم وبيتحسن وانا واقف مكاني بقول ياه ممصمص شفافي زي ما بيقولوا، يعني مش عارف ممصمص شفافي حاجه زي كده. فده ما ينفعش. You should always focus on your progress, not other people's progress. بمعنى الكلمة، تالت حاجة هي you choose the easy option and look for shortcuts. كلنا يعني، حتى الناس، معرفش كم واحد دلوقتي بيحضر يا احمد في السيشن الجميلة دي معاكم، ولكن كلنا بندور على الشورتكت. اغلبية الكتب الناجحة يقولك ايه، تعلم الانجليزية بدون معلم في 3 ايام ويلا، تعالى خد كورس بريزنتيشن سكيلز 4 ساعات ولا مش عارف 4 ايام، في ظرف مش عارف 3 شهور اتعلم انجليزي زي الفل. مش حاجه اسمها كده. اللغه او اي مهاره او اي حاجه التكس تايم، التكس تايم ان احنا نتعلمها، التكس تايم ان احنا نعملها براكتسنج، التكس تايم ان احنا نثقلها او نتطور فيها. مفيش حاجه اسمها شورت كات، مفيش حاجه اسمها يعني احنا اسمنا انجلش كابسول، مفيش حاجه اسمها كبسوله كده على طول تبقى زي الفل خالص. ده بالعكس، ده احنا في انجلش كابسول بنعمل ايه؟ احنا بنخليك تيجي مرتين زي اي مكان تاني في الدنيا، بس مرتين ساعتين ونص، مش ساعتين بس او ساعه ونص زي المكان التاني، وبيخليك تيجي اكسترا سيشنز كمان لو فاضي، فبالتالي بنزود حته ان انت تمارس اللغه اكتر، بيخليك تيجي اوتنج. دلوقتي وانا بتكلم معاكم في ايفنت في سعد الصاوي وتعلم جزء من الافلام، شغالين اونلاين اكسترا سيشنز، شغالين تريبس وكامبس، فبنحاول نزود حته الانجلش انفايرمنت حواليك. ليه؟ علشان
تشتغل على نفسك اكتر وتعلم اكتر، مش حاجه اللي هي ايه تعالى يلا في 3 شهور تعلم انجليزي زي الليبلب والحاجات دي كلها، مش حاسس كده. اللغه التكست تايم ان احنا ناخد وقت ونتعلم فيه وبالراحه خالص، انجوي ذا جيرني، انجوي انت لسه مبتدئ، وقر ان انا مبتدئ، بس قر ان انا مبتدئ، عزيمتي كويسه، ارادتي كويسه، وبتعلم، مش بس مجرد بثبط من عزيمتي وبحقر من شقي نفسي وعاوز اي حاجه سريعه وخلاص وادفع فلوس لاي حد علشان اتعلم وخلاص. لا، انا هاخد قرار ان انا هتعلم. It will take time. انا حاليا مثلا عندي 20 سنه، اقول لا لما اخلص تخرج بعد 22 سنه، لا هتاخد سنه بعد الشغل، بعد التخرج انت تعلم انجليزي، ممكن تعلم انجليزي من اول دلوقتي وتوفر السنه دي بعد كده عشان يبقى فرصه احسن، سفر، منحه، دراسه، وات ايفر. لو ما اتعلمتش دلوقتي هتعلم برضو بعدين وبفلوس اكتر ووقت اكتر، لان انت بعد كده كل ما سنك يكبر كل ما يزيد مسؤولياتك، انت حتى ما اتجوزتش حتى هتزيد مسؤولياتك، مصاريفك، اللايف ستايل بتاعك، الحاجات دي كلها، فانت محتاج حرفيا ان انت تطور من نفسك على طول. فمفيش حاجه اسمها شورت كات. اللغه زي اي حاجه في الدنيا مهاره، والمهاره دي محتاجه منك صحيان يعني بدري بقى، جري في الشارع، تقلل من اكلك عشان تظبط جسمك، مش عارف تذاكر اكتر، تحط لنفسك تعمل ديدلاين لحاجات معينه. It takes time to improve. مفيش حاجه اسمها شورت كات ولا هاكس، لا. It's all about the journey. خليك مع كوميونيتي كويس محترم يعرف تطور من نفسك. بعد كده عندنا You are afraid of making mistakes. مقوله بتقول لك ايه؟ If you are afraid of making mistakes, you won't be able or you won't مكتوب ايه؟ You won't learn anything and you won't make much money. من الاخر كده، لو انا ما عملتش اخطاء مش هتعلم. مش بس كده، انا عاوزك تتعلم من اخطائك. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اسجل نفسي فور اكزامبل وراجع على نفسي. بس مش ده هو كل الامور، لا، اخير خلي حد كمان يراجع معايا على نفسي. ليه؟ عشان الانسان على طول بيشوف نفسه احسن حد. انا شايف نفسي دلوقتي حاليا مثلا احسن بريزنتر واحسن حد بيعمل برزنتيشن واحسن حد مثلا بيتكلم واحسن حد مثلا يشرح في, 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 في يعني ممكن يكون حد تاني احسن مني وانا ما اعرفش، انا شايف نفسي كويس او مش شايف اخطاء نفسي. فانا عاوزك بليز ميك ميستيكس اند ليرن فروم يور ميستيكس، مش بس يعني اعمل ميستيكس وخلاص، لا، اتعلم كمان من اخطائك. بمعنى الكلام، فسجل لنفسك، اكتب، وحاول تخلي حد يصحح لك. دي من الامور المهمه جدا اللي انت المفروض تعملها عشان تافويد ذس كايند اوف يعني ميستيكس. You try to speak too fast. على طول على طول على طول المشاكل اللي بتقابلنا، وخصوصا الناس لسه بتبتدي تتكلم او تتعلم انجليزي في الاول، هو انا عاوز اتعلم انجليزي واتكلم لبلب، انا عاوز اتكلم انجليزي واتكلم بسرعه. It doesn't happen or it doesn't go like this. اكتريه الناس او احسن ناس بيتكلموا انجليزي بيتكلموا بصوره واضحه وبسيطه، مش هقول لك بطيئه بس سهله. اللي بيتكلم انجليش سريع ده وشغل الراب ده يعني قله من الناس، وده عاش الحياه دي. ما ينفعش اكون لسه بتكلم لغه وبتعلم اتكلم لغه واتكلم بسرعه جدا، ان انت فكك ده قعد سنين يظبط، سنين وشهور يظبط مخارج الاصوات ونطق الحروف دي ونطق الكلمات والجمل بالطريقه دي. يعني احنا لو جينا مثلا مثال لطفل، مثلا الطفل ده جه يتعلم، ايه اللي هيحصل؟ لسه بيسمع ولسه بيحاول يقلد، فيتهته فيغلط فيتريق حتى عليه. بعد كده يبدا يصحح نفسه حاجه حاجه ويسمع الصح مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة. فما جيش انا وانا كبير اهو وعارف ان الموضوع بياخد وقت وعاوز اتكلم انجليزي على طول من غير ما اغلط. بالعكس، الفك بتاعك، الجا، اللسان، الحنجره، السنان، كل دي اعضاء انا بتكلم من خلالها. فما ينفعش مثلا حاليا راح اتعلم انجليزي وعاوز اتكلم انجليزي زي الامريكان في ظرف شهر شهرين، او عاوز اتكلم بسرعه. ليه؟ كل ما تضغط على العضو ده هيتلخبط، هيتلعثم بمعنى الكلمه. فتراي تو سبيك مش سلولي، تراي تو سبيك كليرلي. يعني على طول بقول المثال ده للناس كلها، اعظم الخطباء الناس اللي بتخطب يعني وبتعمل خطب كده رنانه وجميله جدا، بيتكلموا بصوره واضحه وسهله وبسيطه وبطيئه كمان، ان هو بيركز على المحتوى مش بيركز على سرعته ولا حاجه. عندك في باراك اوباما يعني عبره،
باراك اوباما بيجي يتكلم يا ريس، بيتكلم حرفيا كلمه كلمه سطر سطر، وبيبص الناس كويس، وبيشتغل بادي لانجوج بتاعته كويس، والتون اوف فويس بتاعته بيعرف يحطها فين ويرميها فين، يجيب السكسيه على طول. لكن شغل ان اطلع اتكلم في السريع والحاجات دي كلها في لغه جديده هيبقى صعب عليا في الاول. بعد كده هتلاقي الموضوع حاجه حاجه زي دلوقتي بتكلم بالعربي، في الاول كنت بتكلم بطيء، بعد كده هبدا اتكلم بسرعه. نفس الموضوع برضو بالانجليزي، when I speak English I speak clearly. After a while I began to speak fastly. Well, I would speak like you know more fast. Why I'm doing this? Because I got used to the accent now. فالموضوع يعني يعني مهم جدا جدا جدا. معانا سؤال بيقول لي باللينجوا، I think 3 months is enough if you're determined enough. If you are determined enough. بص انا بتكلم في 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 الصالح العام، فاهمني ازاي؟ يعني بتكلم في 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 المجمل، معظم الناس الماجوريتي، للعوام للعامه. طبعا في ناس في شهر حرفيا ممكن مستواها يضرب، عامل كامب لنفسه وعنده مهارات لغويه ومهارات عقليه وقدرات خاصه ظبط نفسه. عندنا في صحابي من الصحابه، ما اعرفش، سليمان الفارسي اتعلم العبريه في 3 ايام. الموضوع مش في ناس بتتكلم 14 لغه 15 لغه و7 لغات 8 لغات، ما عنديش اي مشاكل خالص. انا بتكلم حاليا للعامه، ما فيش حاجه اسمها ان انا في 3 شهور هتعلم لغه من اولها لاخرها واخلصها. طبعا في ناس بتخلص لغتين مش لغه واحده، بس بتكلم ان جنرال لنمط حياتنا المعتادين عليه دلوقتي حاليا. مش كل الناس عندها نفس الرفاهيه، نفس الدماغ، نفس القدرات، نفس الفهم، نفس التركيز، نفس ملكه الحفظ للكلمات. زاد من ثابت، شكرا جدا. كورسون طيبين، مش كل الناس زي بعضها. في ناس بتقعد على الكتاب تخلصه وتحفظه وعندهم فيجوال ميموري رهيبه، وفي ناس تانية لو ايه لو الموضوع قدامها مش شايفاه اصلا. ده الموضوع بمعنى الكلام. طب ايه السؤال تاني في الموضوع ده كله، عشان برضو من ايه احنا جاوبنا على كل الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. How can I improve my writing skill؟ طب انا كنت عاوز اخد اخلص على كده، بس انا هخش معاكم في السريع. ماشي، نرد على السؤال ده. بصوا شباب، التطور الطبيعي للغه احنا عندنا 4 مهارات رئيسيه، 4 مهارات رئيسيه، وخدهم بالترتيب كده. خدهم بالايه؟ بالترتيب. listening اسمع الاول، speaking ابدا اتهته ثم اتكلم، يعني listening بعد كده speaking، بعد كده reading ابدا اقرا، بعد كده writing. معنى الطفل، وانا هقول لك همثل لك مثال الطفل، لان احنا كلنا اطفال في تعلم اي لغه جديده زي الطفل بالظبط. احنا في الاول بنفضل نسمع كتير، الطفل بيقعد سنه ونص سنتين عشان يبدا يتكلم، او سنه يعني فاهمني، او 3 سنين لبعض الاطفال. ففي فتره كبيره ما بيعملش حاجه غير انه بيسمع بس، ما بيعرفش يتكلم. نفس النظام احنا ككبار، مش هقول لك سنه ونص سنتين، لا انا هقول لك يا باشا شهر شهرين، عايزك تسمع بس تسمع كل يوم. ليه؟ تاخد على نطق الحروف والاصوات والحاجات دي كلها، وتقول الكلمات، عشان تعرف بدي تتكلم وتغلط وتتهته يتصحح لك فتقول صح. فاول حاجه هي listening. بعد كده ببدا اتكلم speaking. بعد كده ابدا اعلم الطفل، اقول له ايه؟ اعمل له كده نقط واقول له يلا ارسم عليها ده الف، نقط كده واعمل كده واحط نقط تحت كده، دي كده ب. ابدا اخليه يبدا يقرا، يبدا يريكوجنايز الاصوات دي بقى كمكتوبه في قلب حروف وقلب كلمات وقلب جمل. بعد كده ابدا عمليه امبروفنج الرايتنج بتاعه، وابدا اخليه يكتب الحاجات دي كلها واخليه يكون جمل، تعابير والكلام ده كله. نفس النظام برضه في اللغه. هاو كان اي امبروف ماي رايتنج؟ خد بقى التبس والتريك اللي سال السؤال ده. عشان اظبط السبيكنج اظبط الليسننج، عشان اظبط الرايتنج اظبط الريدنج. تاني علشان اظبط السبيكنج اظبط الليسننج. اسمع كويس تتكلم كويس، اقرا كويس تكتب كويس. وازاي يعني كويس دي بقى؟ كويس دي ان انا لما اجي اسمع واقرر، اجي اقرا بعناية وفاهم وعامل ريكوجنايزنج كده لايه؟ انا عارف ان 2 بيجي بعدها انفينيتيف، 4 بيجي بعدها اي ان جي. بقرا باهتمام، بسمع لا ده انا بستمع، يعني معناها انا مركز في الموضوع. فهو كان امبروف ماي رايتنج through reading. طب رايتنج ايه بقى يا عبد الله؟ عاوز تمبروف رايتنج بزنس انجلش، اقرا بزنس انجلش ليترز كتيره جدا. ريتنج، بص بقى، ايميلز، بروبوزلز، بزنس اكزيكتيف، مش عارف سامريز، بزنس بلانز، اي حاجه فيها بزنس اقراها، هظبط البزنس انجلش عندك. طب عاوز امبروف الرايتنج ان جنرال، اقرا ان جنرال.
في مجالات معينه اقرا في المجالات المعينه انت عاوزها. عاوز امبروف يور رايتنج ان تكنولوجي اقرا حاجات في التكنولوجي. ليه بقول لك في المجال بتاعها؟ علشان لما تقرا في المجال بتاعها هتاخد المصطلحات بتاعتها، هتاخد التركيبه اللغويه بتاعتها والكلمات المهمه بتاعتها، فتعرف تستخدمها في قلب الرايتنج. بص يا شباب، فقد الشيء لا يعطيه. يعني ايه فقد الشيء لا يعطيه؟ بمعنى ان انا استحاله يعني ما يكونش عندي ودي. يعني دلوقتي حاليا لو قلنا ان حد تعالى اتكلم عن الفن المسرحي، تعرف تعمل باراجراف رايتنج عنه او تدي برزنتيشن عنه؟ الفن المسرحي هو احد انواع الفن، وبيكون على المسرح والممثلين فيه بيطلعوا يعني يتمسرحوا او يعني على المسرح بس كده. ما اعرفش بقى اي حاجه عنه. ليه؟ لان انا ما عنديش معلومات عنه. لو قرات ارتكل عنه او كتاب عنه هطلع اتكلم بساعه وبساعتين عنه خالص. عادي خالص. ليه؟ ان انا عرفت معلومات عنه. How to improve my writing, improve your reading. How to improve my speaking, improve your listening. حرفيا. في سؤال بيقول لي is it normal that I have been studying English for one year and a half and I'm still in the intermediate level؟ على حسب يعني بتدد ايه؟ ما هو بقى لي سنه ونص بتعلم انجليزي، بقى لي سنه ونص بروح الجيم ولسه عضلاتي ما كبرتش او ما عملتش تبليك وتشريخ وتكسير والعضله كبرت الحد كلها. بتروح كل قد ايه الجيم؟ كل يوم ولا كل يومين ولا كل اسبوع ولا كل شهر؟ كل شهر مره. سنه ونص، فانت رحت كم؟ 18 مره اهو، راح برده شهر ونص اهو، ولا بروح كل يوم؟ فالسؤال هنا بعيدا عن كل واحد ليه البيس بتاعته او قدراته في تعلم اللغه. في ناس ممكن تقعد سنه تتعلم لغه، وده الطبيعي. سنه مستمر، سنه بدون انقطاع، سنه بكل يوم على الاقل نص ساعه هتعلم اللغه دي، على الاقل كل يوم نص ساعه على الاقل. لكن لو زودت هتلاقي الوقت ده قل. لكن سنه ونص قلب انترميديت ليفل، طبعا لو كل مش عارف فتره قلت ايه هناخد الشهر ده اجازه، ما اقول الشهر الجاي. لو الشهر ده بدا وكسر عليا شهر يوم اثنين ولا ثلاثه قلت خلاص ابدا من الشهر الجاي. لو انا بتعلم انجليزي ليفل وباجل تو ليفلز او باجل شهرين ثلاثه وارجع تاني، او ان انا بتعلم عن طريق ان انا بعمل ايه؟ بتعلم او بحضر وخلاص، بحضر وبحل الواجب. هل بتمارس اللغه؟ لا. طب هل انت بتستزيد من العلم بتقرا؟ لا. هل انت وانت بتتفرج على افلام عاوز تطور من نفسك وتجيب كده اجنده وبتكتب فيها الكلمات الجديده؟ لا. طبعا تقعد سنين في الانترميديت ليفل. حاول الموضوع يعني يكون في استمراريه لا اكثر ولا اقل. My main problem is forgetting the words and verbs. Any tricks to reduce that problem؟ طبعا من اهم الطرق واحلى طريقه تذاكر بيها وتعلم بيها وتحفظ بيها كلمات الطريقه دي. بعمل ايه؟ انا اجيب اجنده جميله زي دي وقلم اهو، واقول بسم الله الرحمن الرحيم النهارده انا هحفظ الكلمات. النهارده ايه؟ فور اكزامبل النهارده السبت، هبدا احفظ خمس كلمات النهارده. وتاني انا ممكن احفظ 10 كلمات في اليوم، لا انا عاوز خمسه بس. بس الخمس دول هبدا اعمل ايه؟ هجيبهم بالانجليزي، اجيب الكلمه واجيب معناها بالانجليزي فاعرف معناها بالانجليزي، واجيب امثلتها بالانجليزي او امثله عليها بالانجليزي يعني، واعرف الكلمه واحطها في قلب سياق. عرفت الكلمه ومعناها ومثال عليها بالكلمه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. بعد كده اروح اقلب الصفحه، لقينا بكره اللي هو يوم الاحد هتعلم الخمس كلمات جديده؟ لا. هراجع على السبت الاول واشوف انا فاكر قد ايه منهم. بعد كده اروح داخل في كلمات يوم الاحد، وبرده نفس النظام هجيب التعريف بتاعها بالانجليزي واحطها في مثال، او هو بيكون فيها مثال بالانجليزي. واحسن مكان تجيب منه الامثله او التعريف هو القاموس. وفي نوعين من القواميس، قاموس اسمه ادفانسد ديكشنري، وفي حاجه اسمها ليرنرز ديكشنري. يعني في قاموس، القاموس ده بيكون من الاخر اللي مستواهم قوي جدا، فبالتالي بيجيب لهم تعريفات مجعلصه مكعبره كبيره متخصصه قوي. وفي قاموس الناس اللي زينا بتعلم انجليزي، فبالتالي لما يجي يديله كلمه مش مفهومه عندي يعني هيديني شرحها بكلمات اقل واسهل من الكلمه المطلوبه. مش يديني تعريف عاوز تعريف، لا بيديك تعريف سهل وبسيط. فبالتالي يجي يوم الاحد حفظت الكلمه بتاعتي، اروح يوم الاثنين اراجع على السبت والحد تمام، اخش على يوم الاثنين الثلاث الاربع الخميس. جيت يوم الجمعه اراجع على كل الكلمات مره واحده واعمل نفس تيست فيها، لاني حافظ ما شاء الله 80% من الكلمات، واللي عاوز يتراجع بيتراجع معايا. لكن انا لو جيت رحت مره واحده كده، جيت يوم الجمعه رحت مذاكر 35 كلمه وقلت اذاكر نفسي فيه، اعتبر نفسي فيه او هحفظهم،
هاجي الجمعه اللي بعديها وانا ما عملتش اي حاجه خالص الجمعه دي، ارجع الكلمات اللي حفظتها الجمعه اللي فاتت خليني نسيتها بنسبه 50% على الاقل، و30% نص نص و20% بس اللي جبتهم. ليه بيحصل كده؟ علشان يا معلم انت محتاج كل يوم كل يوم كل يوم زي ما قلنا السؤال اللي قبليها، كل يوم تعمل نفسك براكتسنج تايم. براكتسنج تايم ده شباب ممكن يجي عن طريق ان احنا نخصص وقت كل يوم الصبح، نخصص وقت كل يوم بالليل قبل ما ننام، نخصص نوت بوك كده حلوه نقرا فيها او نكتب فيها الكلمات بتاعتنا، مش بس ان احنا بنذاكر كل ما جينا الفرصه. الانجليزي لو خليته، بص في كده ارتكل كنت خلطتها بيقول لك ايه، الانجليزي لازم كل يوم، ولو مش كل يوم يبقى يوم ويوم. اكتر من كده هيبقى الموضوع عامل زي التاسك عليك، اللي هو ايه كل اربع خمس ايام كده بقى ايه اقرا حاجه، هتلاقي اللي عملت ايه ماشي يا عم احنا ايه جاي النهارده، اه النهارده صح اقرا الارتكل ماشي هقراها بسرعه، اقراها بسرعه عشان اخلص عشان ايه خليها تغور في داهيه، وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ استنى بعد ثلاث اربع خمس ايام نقرا ارتكل ثانيه. لكن هو في كل يوم ارتكل او جزء من ارتكل ببدا اقراها ده امبروفمنت. لو في كل يومين ارتكل بقراها ده خلاص بقت عاده، وبقت عاده خلاص يعني في امبروفمنت ان شاء الله. زي الجيم هروح كل شهر مره مش هيحصل حاجه، عضلاتي بس هتهد زي ما بيقولوا كده او تتحرق او تموت او تستهلك، وبعدها بثلاث اربع ايام هرجع عادي خالص زي ما كنت انا. لكن لو رحت كل يوم او كل يوم ويوم او الحاجات دي كلها او نسيت عن النظام من الاخر، هلاقي الموضوع ما شاء الله في امبروفمنت، عضلاتي بقت اقوى بقت احسن اقدر اشيل اوزان اكتر والحاجات دي كلها. هنجاوب الاسئله ماشي. حاضر 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 كده ايه اجيب على السؤال ده وقت لو في اي حاجه ثانيه. doesn't reading help your speaking skills؟ انا مش فاهم السؤال. How can I write paragraph؟ بصوا في كتب حلوه جدا احنا حتى ممكن نبعتها لكم ان شاء الله على ايميل لكل الناس، ازاي تكتبوا paragraphs بطريقه سهله وبسيطه جدا. Writing paragraphs مش الموضوع يعني الامر الصعب والحاجات دي كلها، قد ما هو موضوع محتاج نفهم التركيبه اللغويه بتاعت paragraph. Paragraph سهل جدا او الاساي سهل جدا، introduction وbody وconclusion ده اللي احنا عارفينه كلنا من ايام الثانوي لو انتم فاكرين، يعني احنا نكتب مقدمه كويسه ونكتب نقطتين اساسيتين نكتب عنهم بعد كده نكتب conclusion في الاخر. بس اختيار الكلمات مهم، الاستراكشر بتاعي مهم، ده يجي عن طريق القراءه الكتير. وتاني عاوز تقوي نفسك رايتنج باراجرافس ان بزنس انجلش، اقرا بزنس انجلش، كان بقى ايميلز كان بقى برزنتيشن كان بقى بروبوزل كان بقى سامرز كان بقى ايا كان اللي تقراه، فهي القراءه هتظبط الحته دي كلها. فهل في حاجه ممكن تساعدني؟ اه طبعا حاجات كتير جدا جدا جدا، ممكن ان شاء الله نعمل لكم حبه ريسورسز حلوه ونبعتها لكم بحيث ان انتم ان شاء الله تستفيدوا منها ويكون موضوع سهل وبسيط. ما ينفعش طبعا اقول دلوقتي كده لو 1 2 3 هياخد وقت. ثانيا مش 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 الموضوع الاساسي بتاعنا عشان ما نطرش بره المواضيع الرئيسيه. My main problem is forgetting words. قلنا دي. السؤال تاني. Is it hard to change our English accent؟ بص عادي جدا، الموضوع طبيعي خالص. انا شفت ناس ما شاء الله، يعني اقول لك حاجه، رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين، وفي رمضان الناس بتحب تروح تصلي ورا شيخ كده حرفين يستشعروا وراه الايات والمعنى الايه عن طريق ان هو بيرتل القران، مش بس بيقرا القران، وفرق جدا بقراءه القران وبيرتل القران. ده نفسه اللي بيحصل في اللغه، في ناس بتتكلم وفي ناس حرفيا اكنها بتغني باللغه كده. طب ده هي عن طريق ايه؟ عن طريق improving your accent. ازاي اغير الاكسنت بتاعتي؟ نعرف الاصوات مش الحروف بتنطق ازاي. يعني في كتاب حلو قوي ممكن برضه نبعته لكم، بليز كل اللي عاوز حاجه من الحاجات اللي بقولها دي دلوقتي يبعت على الصفحه بتاعت انجلش كابسولز او لينجوا تاتو اللي هم انا عاوز الحاجات اللي قال عليها عبد الله، هنلاقي في لينك حاطينه على الدرايف بكل الكلام اللي بنقول عليه ده، ان شاء الله تلاقوا كل الحاجات دي كلها مفيده يعني باذن الله تعالى. فالموضوع فيه ان احنا في كتاب اسمه، هو كتاب صوتي وكتاب يعني كتاب كبي دي اف، اسمه اكسنت ريدكشن ميد ايزي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كتاب صوتي فيه كل اصوات اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه فيها حروف وفيها اصوات. الحروف هم 26 حرف. طب والاصوات 44 صوت. طب ازاي بقى اطور نفسي في الاصوات دي؟ الكتاب ده فيه 44 فايل، كل فايل فيه صوت واحد بركز عليه، يقول لك نط طريقه نطق الصوت ده، ويقول لك والله الصوت ده في اول الكلمه بينطق ازاي، ويديك امثله وانت تكرر وراه. بعد كده يبدا يديك الصوت ده في قلب او في قلب الكلمه او في نص الكلمه ويديك امثله وتتكرر وراه، لكن يديك نفس الصوت ده في اخر الكلمه ويديك امثله وتتكرر وراه، وتتكرر وراه كتير، وتتكرر وراه صح،
وتسمع صح حتى مش فاهم الكلمه، حاول تقولها وتكررها كده، يديك الصوت ده في قلب جمله وبيبدا يتكلم معاك ويبدا يدردش معاك ويبدا يطور في البرونسيشن او الصوت ده بمعنى الكلمه. سجل نفسك قبل ما تعلم الكتاب ده وتكرر الكتاب ده وتسمع الكتاب ده، وبعديها هتلاقي نفسك امبروفد جدا 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 والاكسنت بتاعتك اتغيرت. طب هنا سؤال انا هجاوبه يعني اساله واجاوب عليه لنفسي، ايه احسن اكسنت اتعلمها؟ اي اكسنت، اي اكسنت واضحه، اي اكسنت بسيطه توصل معلومتك، لان في الاول وفي الاخر اللغه هي عباره عن معلومه انا بوصلها للشخص الثاني، طريقه تواصل تكون سهله وبسيطه. طب الامريكان ولا البريتش؟ الاسهل والاكثر انتشارا هي، عشان اكثر انتشارا هي الامريكان، عشان كل الاغاني الافلام المسلسلات الدنيا كلها بتتكلم امريكان اكسنت. فانا محتاج اتكلم اكسنت واحده وافهم كل الاكسنت. تاني انا محتاج اتكلم اكسنت واحده وتكون واضحه وبسيطه وسهله ايا كان الاكسنت دي، ونفهم الاكسنت بمعنى الكلمه. حلو كده؟ طب انا عاوز ارد على كام سؤال وانا عاوز اخش اكمل. طيب السيشن بتاعتي، طب اقول لك حاجه، ممكن عبد الله نعمل حاجه، سوري فور انتربشن، ممكن نعمل الجزء ده، نكمل جزء يعني، نكمل البرزنتيشن وناخد ونسيب مثلا 5 دقائق 10 دقائق كده يعني، نقسم مفيش مشاكل. انا ممكن اصلا اخلص البرزنتيشن بسرعه وبعد كده افضل بقى ارد الرسائل دي كلها ان شاء الله بعد كده، او تعالوا بقى نكمل مع بعض في البرزنتيشن. يقول لك يو تراي تو سبيك تو فاست، دي احنا قلناها، احنا بنحاول نتكلم بسرعه فبالتالي بنتلعثم، فبالتالي الموضوع هيكون صعب جدا بالنسبه لنا ان احنا نحصل امبروفمنت وهنظبط من عزيمتنا ونكسر مجاديفنا والحاجات دي كلها. بعد كده وي فوكس اون جرامر. جرامر من الحاجات يعني اللي زي اي حاجه في الدنيا، ليها حلو وجانب حلو وليها جانب وحش. جانب الحلو انها حاجه بسيطه وسهله جميله، الجرامر طبعا. وجانب وحش ان فيها حاجات صعبه ومجعلصه ورخمه، ده جرامر يعني قواعد نحويه. ده احنا العربي بتاعنا يا احمد مضروب اصلا بالجزمه في الكتابه، ولا حتى بتاكل عربي العربه تحتها الخط تقول لي اكنك يعني ايه، مش هقول لك سؤال ايه اللي حصل. فالجرامر انت محتاج تعرف اللي يأهلك ويخليك تتكلم بصوره صحيحه وبسيطه وسهله، وده موجود. بس مشكلتنا يا احمد ان احنا بنحاول بقى نجيب اي انجلش جرامر نيوز ثيرد اديشن ادفانس ليفل وابدا اقرا فيه واتعلم فيه، فيديني حبه ستراكشر او باترنز في 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 اللغه، مش هقول لك مش مستخدمه، بس يعني ليس في الغالب استخدامها، مش استخدم كتير. فبالتالي اللي بيحصل لي بحاول اتكلم بنفس الباترن ده او بنفس القاعده دي واعبر عن نفسي بنفس الطريقه دي، فبالتالي دماغي بتقف ودماغي بتخنق. لكن لو انا خليت اللغه سهله وبسيطه وتعلمتها بطريقه سهله وبسيطه، ان انا اتعلم الجرامر عن طريق حاجتين، عن طريق اول حاجه من وجهه نظري يعني السب كونشس ليرنينج، ان القراءه مع الاستماع، بقول لك الاستماع مش السماع، افتكر الكلمه دي كويس، انا بقول استماع مش سماع. استماع معناها ان انا بسمع وبركز وبقول ليه اتحط دي بعد دي، وبلاحظ النمط اللي اتكرر وكرره، مش بس مجرد ان انا بحط كلام ورا بعضه وخلص الموضوع. وعن طريق ان انا اتعلم من حاجات سهله وبسيطه من خلالها اقدر اتعلم الجرامر السهل والبسيط، زي ايه؟ كلنا عندنا موبايل، اكتب بس على الموبايل كده جوجل بلاي او سوري ابل اسمه ايه؟ جوجل بلاي والاب ستور، اكتب كده بس بسم الله الرحمن الرحيم بي بي سي ليرنينج انجلش، بي بي سي جرامر، ده برنامج هتلاقي حاجات صوتيه جميله ممتازه في الجرامر وفور فري. في حاجة على جوجل يا جماعة، اكتب كده بي بي سي ليرنينج انجلش، دي مجموعة بي بي سي ليرنينج انجلش، اكتب كده بي بي سي ليرنينج انجلش ام بي 3 فايلز، دي برضه موجودة في قلب اللينكات. خشوا على لينجوا تاني على الصفحة واسألوا عليها هنديها لكم، أو خشوا على صفحة انجلش كابسوس اللي هبعتها لكم إن شاء الله، هتلاقي جوجل درايف موجود. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن فايلات، كل فايل 5 دقايق، كل فايل بيتكلم عن قاعدة مستخدمة في الجرامر محتاجين نتعلمها وبطريقة سهلة وبسيطة وممتعة جدا 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 هنتعلمها. اسمعها قد ايه؟ اسمعها 5 مرات، يبقى 5 × 5 = 25 او 5 × 6 = 30، 30 دقيقة. اسمع كل يوم قاعدة وحاول تطبق عليها، صدقني خلال شهرين هتلاقي الجرامر بتاعك ممتاز حرفيا. لكن احنا كل سنة طيب يعني بنمسك الجرامر ونجيب القواعد المجعلصة والحاجات دي كلها، حلو لو انت بتدرس ترجمة ومحتاج الحاجات دي علشان تقوي نفسك بيها، عشان ما ينفعش تكون مترجم ما يعرفش تكتب رايتنج كويس، دي مشكلتنا، انا برضه مترجم فوري.
او انت تكون مثلا حد بيعمل بزنس رايتنجز وبيستخدم فورمز معينه وباترنز معينه، لكن في المجمل يا احمد انت محتاج انجليزي عشان تعمل بيه انترفيو او تتعامل بيه مع الناس سبيكينج او تكتب بيه ايميلز بسيطه وسهله، فمحتاج الجرامر اللي انت هتستخدمه. فما تحاولش تجيب جرامر يعني حرفيا صعب وتقول انا هتعلم الجرامر ده، خليك في الاول في الجرامر السهل اللي هو الماضي البسيط، المضارع البسيط، المستقبل البسيط، بعد كده ابدا اتوسع حاجه حاجه، ما ابداش بالتقيل، او لما تمستر الحاجه دي خش فيها على طول. من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا ان احنا كورسان طيبين يعني مخلين النيتيف سبيكرز دولت يعني حرفيا اقول لكم ايه، بنسمعهم وخلاص، بنسمع اغاني لاجل سماع الاغاني مش بنستمع الاغاني، بنتفرج على افلام من غير ما نفوكس على طريقه نطق الناس للكلمات او طريقه حتى ان هم يقولوا الاكسبريشن ده. يعني ما اقول مثلا ايه فور اكزامبل دود اي هافنت سين يو فور ا وايل وير وير يو، انا كده ده حاليا فهمت ان هو بيقول له ان هو ما شافوش بقى له فتره انت فين، فما جيش انا اجي اقلده اقولها وانسى اقولها وبيقولها ازاي، في حته ان الشخص بينطق الحروف دي او الاصوات دي بالطريقه الفلانيه بالانتونيشن الفلاني مهم جدا لما تتعلم اللغه. اللغه مش بس حبه حروف او كلمات مصمطه ما فيهاش اي مشاعر وابدا اقولها جنب بعضها وخلص الموضوع، لا انا عاوز يا باشا تسمع النيتيف سبيكرز دولت بروبرلي. بروبرلي يعني بكل يعني اقول لك بكل قوه بكل وضوح وكل يعني صح. ازاي بقى ان انا ابدا افوكس هما بيتكلموا ازاي، مش بس عاوز افهمهم وخلاص، لا انا عاوز يا باشا وانا يعني حاليا انا فيها عاده لو اتفرجت على مسلسل اجنبي ولا حاجه وقعدت مثلا 5-10 حلقات بتفرج عليه هتلاقيني لقطت منهم كلمات كتير جدا فبستخدمها، ولقطت منهم طريقه بتاعت كلمات فبستخدمها. فانا باجي اتعلم مش بس بستمتع بالمسلسل ولا بالفيلم قد ما انا بلقط منهم كمان حاجات، فانا عاوزك يا باشا تلقط من الاجانب طريقه كلامهم، بس ما تحاولش تقلدهم لدرجه كبيره فتلقط طريقه كلامهم حتى لو غلط. الاجانب بيغلطوا، الاجانب بيغلطوا في الجرامر، الاجانب بيغلطوا في البرونسيشن، الاجانب بيغلطوا في حاجات كتير جدا. تقول ازاي بيغلطوا؟ اقول لك هي لهجات دي اول حاجه، وفي لهجات مش مستخدمه خالص زي كده بس حد بيتعلم عربي ويسمع حزلقوم ليل نهار، فبالتالي اللي بيحصل يا احمد هل دلوقتي حزلقوم هو الستاندرد بتاعنا في اللغه العربيه؟ لا طبعا. فايه اللي بيحصل؟ هتعلم عربي غلط زي اللي بيتعلموا عربي اجانب مثلا ويتعلموا الشتايم، هل دي اللغه العربيه الصح؟ لا طبعا. فحاول حاول تسمع الاجنبي، حاول تسمع الشخص اللي بيتكلم اللغه دي وتحاول تقلده في طريقه كلامه، وتحاول تتعلم من كل الناس مش بس تسمعهم وخلاص. نخش بقى ونخلص البرزنتيشن عشان نخش ان شاء الله على الاسئله ونجاوب عليهم مع بعض. You think you need to go to an English speaking country to improve your English. وده مثال شهير بقوله للناس كلها. مش لازم سعادتك تاخد فيزا وتسافر بره وتبهدل بره وتعيش مع اللغه علشان تتعلمها، لا انت ممكن تخلق لنفسك بيئه هنا من اللغه الصحيحه الجميله وتعلم زي اللي سافر بره على طول. ازاي الكلام ده؟ اقول لك يا باشا في نوادي محادثه conversation clubs اللي في منها for free، في منها بفلوس بسيطه جدا وفي منها غاليه، من خلالها تتكلم مع الناس عادي خالص، تاخد كورسز، تعمل صداقات، تتكلم على النت، تكتب لناس لترز، تتكلم مع ناس conversation وفيديو كولز والحاجات دي كلها، تخلي المول بتاعك بالانجليزي، تعيش تقرا حاجات بالانجليزي. فمش لازم تروح لبلد بتتكلم انجليزي عشان تتكلم انجليزي، لا ممكن تقعد هنا وتتكلم انجليزي احسن من اللي يتكلموا بره كمان. ازاي تخلي نفسك بيئه كويسه؟ وده على فكره مش دعايه والله، بس ده اللي بنحاول نعمله في انجلش كابسولز. انا حاليا انا بتكلم معاكم احنا عندنا ايفنت شغال وعندنا كلاسز شغاله وعندنا اكسسشن شغاله، بنحاول نخلي الطالب يعني حرفيا يعيش معانا الفتره اللي يقعد معانا فيها ويتعلم، مش بس مجرد حد دفع على ليفل وليفل ومشي، لا بنحاول حرفيا نجيب رجله ويتعلم دي ويتعلم دي ويتعلم دي، وعنده باكجز فور فري، يعني بيقول له احضر دي مثلا باسعار مخفضه، او احضر دي مثلا فور فري، او احضر مثلا دي معانا كل اسبوع، ودي مثلا كل شهر، ودي مثلا كل يومين. ليه بعمل كده؟ عشان ابدا اخليه يتحط في قلب بيئه، البيئه دي تخليه يتعلم بسرعه واسهل واحسن، مش بس مجرد بيحتك بالانجليزي مره مرتين في الاسبوع خلص الموضوع، لا انا بجيبه مرتين
اي مكان يعني مش انجلش كابسولز. وبي كمان اكسترا سيشنز مره او مرتين تانيين، اربع مرات في الاسبوع، وكمان اوتين كل اسبوع، بك مش عارف اكسترا سيشن مش عارف كل قد ايه، مش عارف كابسولز وود، وبيكون في رحله بالانجليزي. انا عاوزك تعيش اللغه لا اكثر ولا اقل. روح بقى اخرج مع اجانب، العب كره سله في المعادي مع اجانب، مش عارف اخرج مع اجانب، مش عارف في نزل السمان، ولا مش عارف خان الخليلي. المهم حاول تحوط على نفسك حتى لو مصريين زيك، بس خلي بالك من حاجه، انت مثلا ما تجيبش حد مثلا الانجليزي بتاعه ونص نص تقول ده هو الستاندرد بتاعي. لا، ظبطوا من بعض وطوروا من بعض، بس لازم يكون ليك ستاندرد على طول ترجع ليه، حد احسن منك عشان يبدا يصحح لك مش يتريق عليك. دي مهمه جدا جدا جدا. You don't make time for it. زي ما قلنا مع بعض الانجليزي، لو احنا كل سنه طيبين خلينا كل اربع خمس ايام نقرا ارتكل ولا نتعلم حاجه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى ايه، مش عاده بس بقى تاسك عليك، بقى حاجه مفروضه عليك. مفيش حاجه مفروضه عليك، بتنجح على طول. بيقولوا كده ايه، learning happens when you are happy. التعليم بيحصل بجد لما انت تكون فرحان. يعني مثلا انا عندي حته ان انا اتكلم مع الناس، وان انا احاول اطور من الناس، وان احاول احمس الناس، دي يعني عادة فيا بحبها، وبحبها لما بكون على طول مش منقطع. يعني النهارده كان عندي ايفنت، او امبارح كان عندي ايفنت، مش عارف من خمس ايام كان عندي ايفنت، ان شاء الله الخمس ايام الجايين عندي كمان ايفنت ولا حاجه. فبالتالي انا بحب اتكلم مع الناس، وتلاقي الموضوع ده بالنسبه لي بقى ايزي جدا. يعني خلينا اتكلم طول اليوم مع الناس وافيدهم، طبعا مش كلام على الفاضي يعني، ده حاجه حلوه قوي. نفس النظام برضو انا بالنسبه لي، فور اكزامبل سبيكينج انجلش از سمثينج اي ري لايك، فهتلاقيني بتكلم النهارده بكره بعده ممكن في ميتنجز انجليزي، نعمل صداقات من هنا، نتكلم مع حد من هنا، نعمل ميتنجز كامله بالانجليزي هنا. الموضوع سهل بالنسبه لي وبسيط، لكن لو حصل كل فتره فتره فيها تباعد الموضوع صعب قوي. هروح الجيم بقى، هخس، مش عارف اطور نفسي في اللغه الفلانيه، هتعلم حاجه جديده فلانيه، وخليت الموضوع ليه يعني ما بين الوقت اللي اتعلمت فيه ووقت اللي اتعلم فيه تاني. ده انا بشوف ناس كتير جدا يا شباب يقول لك انا كنت زمان مدرس لغات ومش عارف اتكلم دلوقتي انجليزي. بشوف ناس يقول لك انا كنت في ليفل مش عارف 10 فين من سنه ومستواي نزل. ليه؟ ما كملش، حرفيا ما كملش. وده من الحاجات الصعبه جدا جدا جدا. You don't set achievable goals. You don't set achievable goals. يعني من الاخر كده، عارفين السؤال بتاع how can I be native in one hour، حرفيا اللي هو ازاي اتعلم انجليزي. يعني مثلا يقول لك ايه، انا عاوز خلال النص السنه مثلا اخد فيهم فاهمني انجليزي كل يوم واتعلم. هاي يروح يتعلم انجليزي كل يوم ويدفع فلوس قد كده وياخد كورسات قد كده، ولكن معلش يعني رحم الله امرين عارف قدر النفس، ما ينفعش كل يوم ما اتعلم انجليزي مده اسبوعين وتبقى برنس انجليزي، او في خلال 3 شهور بتوع الاجازه. يعني الاجازه بتلاقي فيه ما شاء الله اعداد رهيبه، الناس كلها هتقول لي عشان الناس فاضيه، اقول لك مفيش مشاكل، فاضيه قوي في الاجازه، لكن فاضيه برضه في وسط الدراسه، حتى لو في طب، حتى لو في هندسه، في صيدله، في اي يعني اسمها دي جامعه كليه تخصص شغل اي حاجه، عنده على الاقل نص ساعه في اليوم وهو رايح المواصلات، وهو رايح الشغل في المواصلات، وهو رايح الدراسه في المواصلات، وهو قبل ما ينام. احنا كلنا بنقعد ماسكين الموبايل وقاعدين بنلعب على الانستجرام ولا على التيك توك ولا على الفيسبوك ولا حتى فاتحين الواتساب ولا اي حاجه خالص، نص ساعه بس. فبليز يو شود ميك اتشيفبل جولز. انا خلال ان شاء الله السنه دي هتعلم انجليزي. انت ما تعلمش انجليزي السنه دي، هتيجي السنه اللي بعديها برضه عاوز تتعلم انجليزي، هتاخد سنه ثانيه، فكده ضيعت سنتين. فما تحاولش تضيع وقت، وحاول تحط اتشيفبل جولز حرفيا. ومن اهم الحاجات عشان بقى ننهي ونجاوب على كام سؤال، اعرف انت فين الاول. يعني اعمل نفسك الاول تحدد مستوى، وقول انا عاوز اوصل للمستوى الفلاني، وخلال المستوى الفلاني ده انا اتعلم 1 2 3. حط بقى خطه يوميه ان انا اوصل للموضوع ده. انا عاوز اخس، هبدا اوزن نفسي، وانا عاوز ابقى الوزن ده، وابدا كل يوم اشوف تاثير الموضوع ده عن طريق ان انا اعمل دايت، عن طريق ان انا اكل اكل معين، ابطل اكل معين، الحاجات دي كلها، العب الرياضه، الكلام ده كله. فبليز بليز بليز يو شود تشوز اتشيفبل جولز. انا خلال ان شاء الله السنه دي هتعلم انجليزي، ففشلت اتعلم تاني نو بروبلمز، بس ان انا اضيع 10 من احسن عملها حرفيا حرفيا حرفيا. تعال بقى ناخد مع بعض كده الايه، احطها تاني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعال بقى ناخد ايه 3 4 اسئله ونجاوب عليهم. واحمد لو في اسئله تانية بليز حطها، احنا موجودين عشان الناس تتعلم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي اغير الاكسنت بتاعتي ما تكونش داخل فيها الفرنسي؟ بصوا، اللغه من الحاجات اللي بتتغير لو اتعلمت لغه بجد صح، الاكسنت او اللهجه بتتغير.
والاكسنت على فكره مش حاجه تعيب حاجه، ولكن كل ما تكون الاكسنت قريبه للناس اللي بيتكلموا اللغه دي هيكون احسن بكتير جدا. ولكن في بعض الاكسنت زي مثلا الفرنساوي، الفرنساوي ليه اكسنت مميزه وتقيله، فتلاقي موضوع الاكسنت الفرنساوي بتاثر على اي لغه تانية. زي الصيني، يعني الصينيين قلما تلاقي حد بيتكلم انجليزي كويس، ليه؟ اللغه الصينيه قويه ومليانه فاولز ومليانه نيزل يعني او اصوات مخارج الانف والحنجره والحاجات دي كلها كتيره جدا، فاللغه صعبه جدا عنده، فهو ما شاء الله بيتكلمها، هي كلمة لغه تانية مؤثره على اللغه التانية. ولكن هل ده معناه ان ما بيحصلش ناس بيكونوا يعني نيتيفز حرفيا؟ اه طبعا، ده بيجي عن طريق حاجه اسمها شادوينج. شادوينج دي انا بعمل حاجه حلوه قوي، بجيب ناس بتتكلم وليكن مثلا خبر او قصه، واجيب الترانسكريبت المكتوب وابدا هسمعها 5 مرات. اول مره هبدا اسمع بس وبشوف الحاجه بعيني، بعد كده اسمع واحاول اقرا معاه في سري، بعد كده اسمع برضو، السماع ده مش هيقف معانا خالص، اسمع وابدا اقرا معاه، بعد كده اسمع واتكلم معاه، بحاول اجيب الاكسنت نفسها. 5 حاجه هبدا اقرا دي من غير حتى ما اسمع واشوف نفسي اتطورت وما اتطورتش. تاني، ازاي احسن الاكسنت بتاعتي؟ عندي حاجه اسمها شادوينج دي، ان ابدا اسمع واكرر واسمع واكرر، وابدا اخلي نفسي اسمع واتكلم في نفس الوقت. ازاي اسمع واتكلم في نفس الوقت؟ عن طريق ان انا اقرا ده واحاول اقرا معاه واحاول اصلح اخطائي، ان هو طبعا الستاندرد بالنسبه لي، فاهم عمليه تطابق للي بسمعه. ازاي اتكلم كويس من غير خوف ولا فوبورنز؟ مش عارف ايه فوبورنز. ازاي اتكلم انجليزي كويس من غير خوف؟ يعني براكتس، اكسر حاجز الخوف مع نفسك الاول، سجل نفسك فيديو وشوف اخطائك وابدا حسن نفسك حاجه بحاجه، وريني الفيديو ده لحد تاني يبدا يطلعك من الاخطاء. ابدا اكسر حاجز الخوف ده مع ناس، مع اصحابك، ناس محترمه، ناس تقوي من عزيمتك وناس تقوي منك. وده بنلاقيه في الكورسز. ليه؟ لان عندنا نفس الهدف. انا مثلا دلوقتي احنا بناخد كورس مع احمد، فاحمد يا ادريس انا في نفس ليفل زيه، فعاوزين نتعلم، وهو دافعين فلوس وعاوزين نتعلم، فبالتالي احنا الاثنين عاوزين نقوي الانجليزي بتاعنا، واحنا الاثنين نفس المستوى، فبالتالي اقدر اتكلم معاه ويتكلم معايا، احنا عندنا نفس الهدف. لكن لو رحت مثلا لحد هيتريق عليا، حد مش هيديني اهتمام، حد هيطبق من عزيمتي، ده ما ينفعش. فحاول تكسر حاجز الخوف ده مع نفسك في الاساس، ثم مع الاقربون، ثم الابعد، ثم الابعد، ثم الابعد. ليه كده؟ علشان تبدا تتكلم باريحيه مع الناس العاديه. لكن في ناس كتير جدا اوعى تقف حته ان انا بتكلم انجليزي كويس مع نفسي وقدام الناس بتكسف، يعني يجي عن طريق ان انت تكسر حاجز الخوف مع ناس كويسه في الاول، تتكلم معاهم حاجه تتعلم. في ناس بتقف يا عيني عند الكلام مع ناس اعرفها بس، وغير كده لا. عاوز احسن الانجليزي بتاعي حاليا، الليفل بتاعي B1، فمش عارفه اخد بيزنس انجلش ولا ايلتس، انا عاوزاه عشان لو احتاجته في شغل او سفر، وكمان لغتي الاولى ايطالي ولسه بظبطها، فمش عاوز اهتم بالانجليزي اكتر منها. لا بص بقى، السؤال ده حلو جدا. دلوقتي انا لغتي الاولى عربي، العربي يعني، وبعد كده عندي الانجليزي مثلا وليكن لسه بتعلمه وعاوز اخش في لغه ثالثه، لا استنى اللغه الثانيه يبقى مستواها كويس جدا وبعد اخش في اللغه الثالثه. ليه؟ عشان ما يحصلش تعارض في اللغات. يعني دي بتقولي ما شاء الله انت لغتك الاولى، لغتي الاولى ايطالي، حلو. لو اللغه الاولى تعلميها يعني غير اللغه الام ايطالي، فظبطيها ووصلي الابر انترميديت، بعد كده خش في الانجليزي، عشان لو دخلتي في لغتين في نفس الوقت. انا بتكلم برضو على المجمل العام، على العوامل اللي زينا، على الناس اللي زينا بتعلم لغه، مش الناس اللي بتعرف تخش 5 لغات مع بعض بس. الـ يعني المتعارف عليه ان انا باخد لغه الاول اطور نفسي فيها لغايه ما اوصل للمستوى فوق المتوسط بشويه كمان، قبل ما خلاص ابقى برنس اخش في لغه ثانيه. ليه؟ عشان كل لغه لها تركيبتها، لها كلماتها، لها الاكسنت، لها الفوكس، محتاجه تتعاش. ما ينفعش اخد لغه ورا لغه ورا لغه وخلاص احفظ بس حبه كلمات وخلص الموضوع. يعني to improve your vocab you need to make flashcards. The easiest way to do this is download an application called Anki. جميل جدا السؤال او الاضافه اللي قالوها الناس دي كلها. في ابلكيشن اسمه Anki app، A-N-K-I. Anki app ببساطه خالص هو بيقول لك ايه؟
حط الكلمات دي اللي عاوز تعلمها، وانا ابدا اجيبها لك في فلاش كاردز وابدا اكررها لك قدامك مره ولا مره بعدك نوتيفيكيشن بيها والحاجات دي كلها، وابدا احط لك الديفينيشن بتاعتها واقول لك الديفينيشن بتاعتها ونطقها والحاجات دي كلها وابدا اتعلمها. فدي من ضمن الحاجات اللي هي بتسمى حاجه اسمها سبيس ريبيتيشن اللي قلناها من حوالي نص ساعه. بعرف اقرا واسمع انجلش وبفهم اغلب الكلام، لكن مش بعرف اتكلم او اكتب. ليه؟ علشان انا جيت اكسر حاجز الخوف ما كسرتوش كويس. عشان لما اجي اسمع او اقرا ما بسمعش واقرا كويس، لا اسمع واقرا واكرر وراء اللي بسمعه او اللي بقراه بمعنى الكلام. ايه المعايير على اساسها اتقبل في الانترنشيب؟ لو قصدك انترنشيب بتاع الكابسولز ولا انترنشيب ان جنرال؟ لو انترنشيب بتاع الكابسولز احنا عاوزين حد الانجليزي بتاعه كويس، احنا هنعلمك تدريس مش هنعلمك انجليزي، انجليزي هو كورس اي حته. تاني حاجه تكون فاضي وتكون يعني ايه عندك قابليه ان يتصحح واتعلم وان انا يعني اغلط وان انا يتحط عليا علشان ابقى ممتاز. بس الحمد لله عندنا في كابسولز حاجه اسمها انترنشيب، وده برضو كده اخر حاجه هختم بيها بقى هي والفيكنسيز. عندنا حاجه اسمها انترنشيب، وانترنشيب دي ببساطه خالص هي اي حد عاوز يتعلم التدريس يجي لنا. بنعمل ايه؟ بنعلمك تدريس عن طريق ان احنا بنديك تريننجز مهمه جدا 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 في تدريب اللغه وتدريس اللغه، زائد بنخلق لك البيئه الكويسه اللي من خلالها تعرف تعلم، مش تعلم انجليزي، تعلم انجليزي، درس انجليزي للناس الثانيه. عن طريق احنا بنديك حبه تريننجز حلوه ونحطك في بيئه ونحطك تحت ضغوطات وحبه براكتسز وتعلم هنا وتخش الكلاسز هنا وتتمرن هنا وتتمرن هنا وتتمرن هنا بمعنى الكلام. احمد انا اعتقد ان انا اعتبر خلصت كل الاسئله. تاني هقول للناس يا شباب مفيش حاجه اسمها كبسوله في خلال شهر شهرين نتعلم انجليزي كله، لا في حاجه اسمها نقوم نفسك بالانجليزي عن طريق مثلا 1 2 3 4 5. لازم اللغه يا شباب يكون فيها استمراريه، كونسيستنسي، لازم يكون الموضوع كونسيستنت. يعني ايه؟ يعني كل يوم نص ساعه، كل يوم نص ساعه، او على الاقل كل يوم يوم ويوم يوم ويوم، مش مجرد بس ان انا بخلي الانجليزي في وقت دراسه او في وقت اجازه او الحاجات دي كلها. عايز اقول لك ان انا قاعد حاسس ان انا بتسلطن من الكلام ده خالص. ده انا تعبان وجعان، ده تعبان وجعان وعطشان وصوتي وجعني والله. من امبارح كنت في رحله، فاللي هو انا اصلا يعتبر السيشن دي يعني مضروبه والله. انا بعتذر لو في اي تعسير. عايز اقول لك بجد يعني كميه التفاعل اللي عليها تفاعل كويس جدا. يعني احنا بنشكرك بجد يا عبد الله على وقتك وعلى مجهودك على البرزنتيشن الحلوه دي. انا عايز اقول لك برضو بيجي لي دلوقتي مسجز من الواتساب، الناس مبسوطه جدا ومبسوطه بالمعلومات اللي فرحتني والله. ده انا مش راضي عنها اصلا. لو في وقت ثاني ممكن اعمل لك حاجه احسن بقى ان شاء الله. احنا مكملين باذن الله، وان شاء الله في اديشنز ثانيه مكملين مع بعض باذن الله يا عبد الله. وات واز ا ريلي بليجر تو هاف يو ان ذا بلاتفورم وانجلش كابسولز اوفر اول. يعني ف ثانك يو سو مش متشرفين بوجودنا معاكم بجد، حرفيا عاملين شغل حلو قوي. الايفنت لينجو تالنت ليه روح مميزه، الناس اللي فيه مخلصه في شغلها وجايبين اسامي وجايبين حاجات محترمه جدا 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 بجد. يعني تحيه ليكم، وانا متشوق ان شاء الله اكون معاكم في الثيرد اديشن باذن الله تعالى، واوف لاين واون لاين وكل الايفنتس باذن الله. زي الفل. شكرا ليك يا عبد الله، وفرصه سعيده. ربنا يخليك. شكرا ليك. شكرا ليك. اللينكات دي كلها ان شاء الله ابعتها لك يا احمد برضه عشان تديها للناس وتبعتها للناس باذن الله. يس الناس اللي محتاجه اللينكات من عبد الله يا ريت يكلموا الهيلب ديسك دايركت دلوقتي. وانس عبد الله ويل سند تو مي ويل ريبلاي باك تو ان اول مسجز، علشان الناس تبقى يعرف اللي حابب يعرف اللينكات المطلوبه. احنا على طول بنبعتها في المسجز بتاعه الهيلب ديسك، فاحنا يعني بعتوا لنا دلوقتي. واي حد حابب يعرف بقى البروجرامز الموجوده عند انجلش كابسولز، هم موجودين معانا في الاكزيبيشن اريا. بليز بليز جو اند فيزيت، يو ويل جيت ا لوت اوف اوفرز ذير، يو ويل فايند ا لوت اوف كورسز. يعني دونت ميس ذات، يعني دي ار لايك اكسكلوسيف في الايفنت ده. ان شاء الله باذن الله الناس تستفيد جدا وتعرفوا اكتر عن البروجرامز اللي هم عاملينهم. وطبعا يعني يو ويل هاف ذا اوبورتيونيتي تو ميت عبد الرحمن وعبد الله والتيم الجميل ده باذن الله. ثانك يو احمد. ثانك يو سو ماتش عبد الله. ثانك يو سو ماتش. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم.